هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 4. مكملين مع بعض منهج كونكت بلس للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم النهارده ليونت 9 ليسن 2. تعالوا يلا نقرا كلمات درسنا ونشرح الدرس ونحل كل تدريبات كتاب المعاصر. يلا بينا نبدا. بسم الله. بليز اوبن يور بوكس اون بيج 110. هنفتح كتاب المعاصر وهنبدا يلا نقرا درسنا. ودرسنا عبارة عن an ancient game، لعبة مصرية قديمة. تعالوا قبل ما نقرأ الدرس نقرأ الكلمات. الكلمات أول حاجة عداد معناها counter. السي بنطقها بصوت حرف الكي. والارتيفاكتس هي قطع أثرية، قطع أثرية artifacts. طيب كمان السنت جيم دي لعبة كانت من أيام مصر القديمة، الفراعنة كانوا بيلعبوها. Ordinary يعني حاجة عادية، حاجة مألوفة، هنعرف كل ده في الدرس. طيب Wooding Box يعني صندوق خشبي، صندوق مصنوع من الخشب. والBoard Game هي لعبة لوحية زي الشطرنج كده، هي أي لعبة بتتلعب على لوحة كده. والInformation هي معلومات. وخلي بالك ان التي والاي والاو بننطقهم بصوت ايه؟ حرف الشين. طبعا انت في المتابع قناه انجليزي كل المراحل عارف اصوات الحروف مهمه قوي، بتسهل عليك نطق وقرايه اي كلمه. archaeologist بصوا كده السي والاتش، عارف ان بنطقها بصوت حرف الكي. archaeologist 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 يعني عالم اثار، شخص مهتم بدراسه الاثار. وريتش معناها غني. وينر شخص فائز. وهل تل اللي هو اقل من الجبل شويه. وفاينالي يعني مؤخرا او نهائي او اخيرا. توم مقبره، وخلي بالك ان البي سايلنت ما تنطقهاش. توم ديزرت صحراء، والاس هنا بنطقها بصوت حرف الزد. طيب تصريف الافعال بقى، يلا نفتح مخنا كده ونحوش فيه مجموعه افعال جديده. اول حاجه هيلب يساعد، هيلب يساعد. هلبت. ويف يلوح، عارف يعرف يشاور كده لما تقول مثلا باي باي كده وانت بتشاور كده، انت كده ويف. ويف. كاري يحمل، السي بنطقها بصوت حرف الكي. موف يتحرك. يوز يستخدم، الاس هنا حرف الزد. ستوب يتوقف. تعال نشوف بقى الافعال اللي ما بتسمعش الكلام، اللي ما بضيف لهاش ولا دي ولا ايدي، بحفظها زي ما هي. ست يجلس، سات. هاف يمتلك، هاد. سيارة سو. شو يظهر، يظهر أو يبين. شود ريد، هي نفس الحروف بس بقى النطق بيختلف، يعني الماضي من ريد ريد، هي نفس السبيلنج نفس الحروف بس بتقراها كأن لون أحمر كده ريد. تمام. فايند يجد، والماضي منها فاوند. طيب أهم التعبيرات إيه بقى؟ لوك لوحدها معناها ينظر، لكن لوك افتر يعتني بي. طيب تيك اوت، مش تيك يعني ياخذ، واوت بره في الخارج صح، يعني ايه بقى؟ تيك اوت يستخرج. طيب ووك يمشي، واواي بعيد. طيب ووك اواي بقى اوفر يبتعد، خلي بالك ال ال سايلنت ما تنطقهاش في ووك. تمام. اون ذا توب على القمه. تو جيت لكي يحصل على حاجه أو ليحصل على حاجة. طيب تعالى بقى نقرأ درسنا. إحنا دلوقتي في بيج 111، وركزوا معايا كده يلا بقى، وامشوا معايا بالقلم كلمة كلمة. بصوا هنا أول حاجة هنا بيقول إيه بقى؟ أكل دوت أوفن هلبد هيز داد، ده ولد، وبيقول إن هو غالبا بيساعد باباه لوك أفتر زير جوتس، بإن هو بيعتني بال الماعز. تمام. كمان هنا one day في يوم ما he was sitting under a tree، هو كان جالس تحت الشجرة. he was it was a hot day، يعني it هنا يقصد بيها الجو، الجو كان حر قوي في اليوم ده. and he was tired، وهو كان متعب. بعد كده then ثم he saw his friend أوتا، هو شاهد، هو رأى صديقه أوتا. خلاص. and waved at him، waved at him يعني شاور له، لوح له كده يعني. تمام.
أوتا ده أوتا was carrying a bag. كان بيحمل شنطة. تمام؟ And he looked happy. وكان بيبدو سعيدا. looked هنا يعني إيه looked؟ يعني كان شكله كده إنه إيه فرحان. فرحان إمتى بقى؟ بصوا كده. when he saw عقيل. لما شاف صاحبه عقيل. طيب. look انظر. انظر يا عقيل كده. my dad بابايا made me a game. بابايا عمل لي لعبة. تمام؟ صنع لي لعبة. he showed عقيل هو بدأ بقى يوري لعقيل كده. showed يعني يوري له. a long wooden books. صندوق خشبي طويل. شايفينه اهو اللي في الصورة دي. طيب الصندوق دوت بقى with squares بمربعات on the top. في مربعات عليه من فوق كده. كمان هنا the books had beautiful pictures. الصندوق ده كان فيه صور جميلة on the side على الجوانب. تمام؟ من الجوانب بتاعته كده كان فيه صور حلوة. next بعد كده he took out some counters. هو عمل ايه بقى؟ بعد كده هو اخرج بعض العدادات من شنطته. from his bag seven were tall. سبعة منهم كانت طويلة and seven were short. وسبعة تاني قصيرة. طيب تعالوا نشوف بقى رأي عقيل لما شاف الصندوق دوت واللعبة دي. قال ايه؟ بصوا كده. that looks fun. هذا يبدو ممتع. what do we have to do؟ يعني احنا هنلعب ازاي بقى؟ ماذا علينا ان نفعل؟ مين اللي قال ده؟ عقيل. رد عليه وقال له we have to move the counters. احنا بنحرك العدادات ديت. ماشي؟ and see وبنشوف how far we can move. يعني لأي مكان في مساحة الصندوق ده هنقدر نتحرك. تمام؟ طيب أي مسافة. بعد كده the winner الفائز. الشخص بقى الفائز هو مين؟ is the first to get all their counters. هو أول واحد هيحرك كل العدادات دي من اللوحة. بعد ما شرح له of the board. بعد ما شرح له قال له ايه بقى؟ let's play. هيا بنا نلعب. اوتاه اند عقيل. الولد اوتاه وعقيل played happily. لعبوا وهم بسعادة. under the tree. تحت الشجرة. then عقيل. ثم عقيل بقى looked up. بص لفوق كده. تمام؟ oh no. وقال ايه؟ تعالوا نشوف هو ليه استغرب. بصوا قال ايه بقى؟ قال اوتاه where are my goats. اين الماعز بتاعتي؟ احنا قلنا ان هو كان بيساعد باباه في تربية الماعز. طيب اوتاه انت عقيل looked around. بصوا كده حواليهم. the goats were walking away over. الماعز كانت ماشية بعيد كده. شافوهم بيبتعدوا. a small hill. وعند ايه؟ تل صغير كده. look there they are. عقيل قال ايه؟ انظر كده هم هناك. quick بسرعة. we have to get them. علينا ان احنا ايه؟ نحصل عليهم او نحضرهم نجيبهم يعني. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده الصورة دي ونشوف بتتكلم عن ايه. سارة was in the museum. سارة في المتحف. with her mom. مع مامتها and dad وباباها. they were looking at Egyptian artifacts. هم كانوا قاعدين كده بيبصوا بينظروا الى القطع الاثرية المصرية القديمة. there were lots of very old things. كان في هناك كتير قوي من الاشياء القديمة جدا. very old. and Sarah was reading. وسارة كانت بتقرأ the information about each object. المعلومات اللي على كل اللي فوق كل ايه
تمثال او كل شيء من الاشياء الاثريه القديمه دي. في المتحف بيبقى كل شيء كده، المقتنيات اللي هي الاثريه القديمه دي، القطع الاثريه، فوق كل قطعه مكتوب كده ايه ديتيلز وانفورميشن عنها. بصوا كده فاينالي بقى في اخر حاجه اخيرا، ساره توقفت كده in front of a long wooden books، توقفت امام صندوق خشبي طويل. طيب تعالوا كده بقى turn the page ويلا نروح لبيج 112. تعالوا نشوف بقى ساره بعد ما كده وقفت استوقفها الصندوق ده قالت ايه. بصوا مام داد يعني بتندع على مامتها وباباها وبتقول لهم look at this، انظروا الى هذا. فباباها بيسأل وبيقول لها what is it، ما هذا؟ ردت عليه الام وقالت له it looks like، وكلمة looks like يا ولاد معناها يشبه، تمام؟ it looks like an old senate game، انه يشبه ايه بقى او كأنه بيبدو يعني زي لعبة السنت القديمة، تمام؟ انها لعبة السنت القديمة. بعد كده هنا بص بتقول له سارة بقى بتقول لهم ايه look the information، انظروا بقى احنا عارفين ان سارة من الاول ما راحت المتحف وهي عماله تقرا الايه الانفورميشن اللي فوق كل قطعه اثريه. بتقول لهم the information says، المعلومات بتقول that it's 3500 years old، بتقول ان عمر القطعه دي 3500 سنه. وقالت that's amazing، هذا مدهش او مذهل. I wonder، انا اتعجب. wonder هنا يا ولاد معناها ايه؟ اتعجب، اتساءل. who used to play with it، اتعجب او اتساءل مين اللي كان يعني معتاد ان هو يلعبها. archaeologists تمام علماء الاثار found it، وجدوها in the desert near Luxor، وجدوها في الصحراء بالقرب من الاقصر. فواضح انها كانت لعبه قديمه. It says here، وبتقول ايه بقى الام بيقول كمان بتضيف وبتقول ايه بقى، بيقال it says here، بيقال that lots of people، ان كثير من الناس used to play senet. واضح ان الام عندها فكره عن اللعبه دي وعندها information وبتقول وبتوضحها ليهم وبتقول لهم ان كان في ناس كتير اعتادوا ان هم يلعبوها. rich people، الناس الاغنياء، وكمان and ordinary people، والناس كمان العاديين. maybe children، ساره بقى بتقول ايه بقى، maybe children يعني احتمال او ربما. الاطفال like me، مثلي، هنا like معناها مثلي يا اولاد، تمام؟ مثلي played، كانوا بيلعبوا with this game، كانوا بيلعبوا هما كمان باللعبة دي. طيب تعالوا كده نشوف هنا بقى، بصوا بيقول ايه هنا، هنشوف جزء الجرامر. والجرامر عندنا هو بيتكلم على الباست سامبل تنس، عن زمن الماضي البسيط. والزمن دوت انا مخصصة له حلقة هنا على القناة، فيديو كده مدته 17 دقيقة في شرح الماضي البسيط بكل تفاصيله، شوفوه كده في سلسلة فيديوهات تأسيس الجرامر، وهسيبه لكم برضو في شاشة النهاية على الفيديو. زمن الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط بيتكلم عن ايه؟ عن حاجة حصلت في الماضي. كل زمن يا ولاد في الانجليش بيعبر عن فترة زمنية، تمام؟ زمن الماضي البسيط ده بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت. هو اصلا يعني ايه ماضي؟ امبارح ماضي، الاسبوع اللي فات ماضي، السنة اللي فاتت ماضي، اي وقت عدى وانتهى خلاص كده بقى ماضي، تمام؟ طيب يعني كده زمن الماضي البسيط ده بيعبر عن حاجة حصلت وانتهت خلاص، حدث حصل وانتهى في وقت في الماضي، تمام. طيب في كلمات اقدر لما اشوفها في الجملة اعرف ان الزمن ده زمن الماضي البسيط، ان الجملة دي في زمن الماضي البسيط، هي ايه بقى؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. زي امبارح، امبارح يعني yesterday. طيب الليلة الماضية last night، بصوا كلمة last معناها الماضي اللي فات، يعني كأني بقول بالعربي كده ايه اللي فات. last night الليلة الماضية، last week الاسبوع الماضي، last month الشهر الماضي، last year السنة الماضية.
طيب دي الكلمات اللي بتدلني على زمن الماضي البسيط. وكمان في عندك هنا في المنهج بصوا كده في كمان في بيج 114 في كمان at that moment yesterday في هذه اللحظة أمس تمام. وكمان at أي وقت بقى yesterday at evening yesterday في مساء امبارح at morning yesterday في صباح أمس تمام. يبقى دي كلمات ايه؟ دالة. طيب هي الكلمات الدالة فايدتها ايه؟ قلتها كتير قوي معاكم على قناة انجليزي كل المراحل. الكلمات الدالة دي يا ولاد بتفيدني ان انا بتعرفني خلاص زمن الجملة. طيب لما اعرف زمن الجملة هعمل ايه؟ الكلمة الدالة هي والفعل متفقين على اتفاق ان هما الاتنين لازم يجوا في نفس الزمن. يعني لو الكلمة الدالة جت في المضارع الفعل هيجي في المضارع زيها. طب لو الكلمة الدالة جت في الماضي الفعل برضو هيجي في الماضي تمام؟ طيب يبقى الكلمة الدالة لما اشوفها هي بتدلني هي من اسمها كده بتدلني ان انا لازم اكتب الفعل في زمن الماضي. تعالوا نشوف بقى الافعال تكوين كده الماضي البسيط ايه؟ زمن الماضي البسيط بيتكون من نوعين من الافعال، افعال regular منتظمة وافعال irregular غير منتظمة. الأفعال المنتظمة دي هي أفعال ماشية على النظام اللي حطه زمن الماضي البسيط، والأفعال الغير منتظمة لا ما بتتبعش النظام ده. طب إيه هو النظام؟ بصوا النظام ده عبارة عن نهايات بنضعها في آخر الأفعال. النهايات دي لما بنضيفها للفعل بتحول الفعل من مضارع لماضي. هي إيه؟ الدي والإي دي والاي اي دي. يعني كده في قاعده عشان كده انا بسميها افعال ايه؟ منتظمه. طيب تمام. امال الافعال بقى الغير منتظمه دي ايه؟ الافعال الغير منتظمه ديت هي افعال بحفظها زي ما هي. طيب هنا ملهاش قاعده، افعال ما بتسمعش الكلام، الحل فيها ان انا بحفظها زي ما هي. طبعا احنا عرفنا ان الزمن الماضي البسيط هو ايه؟ هو عبارة عن التكوين الثاني للفعل تمام؟ يعني الفعل اصلا العادي اللي هو مثلا play ده الفعل في الانفينيتيف في المصدر، الماضي منه بضيف له دي او اي دي او اي واي ودي. زي مثلا visit يزور اهو فعل مش اخره اي، فعل اخره اي حرف غير حرف الاي فبضيف له اي ودي يبقى visited. كوك يطبخ بيبقى كوكت طبخة. او اضيف اي واي ودي للفعل لما يكون اخره حرف ساكن حرف الواي وقبله حرف ساكن. يعني استضي اخره حرف الواي وقبل الواي على طول الدي ده والدي ده حرف ساكن هيبقى استضد في الماضي تمام. طيب تعالوا بقى بصوا هنا في الكتاب. بصوا يا ولاد في بيج 112 هنا بيقول ايه؟ تعالوا نشوف الاكزامبلز اللي عندنا كده. واش بقت واشت تمام، بضيف لها الاي دي بس بنطقها هنا التا ساوند. باي بوت ده فعل ايه؟ مش منتظم خلاص اهو اتغير خالص صح. طيب وهنا في يسترداي دي كلمه داله، في هنا كلمه ايه؟ لاست ويك دي كلمه داله. طيب في بيج 113 هيقول لك بقى ازاي تنفي في زمن الماضي. وانا هنا هشرح لك هنا من الملازم بتاعتي. بصوا كده، هو احنا علشان ننفي، علشان اعمل جملة منفية في الماضي، يعني عشان اقول انا ما عملتش الحاجة دي في الماضي اعمل ايه؟ هو انا اول ما بنفي بنده على مين على طول؟ على نوت صح؟ مش نوت دي الراعي الرسمي للنفي، بس نوت في الحقيقة دي يا ولاد ضعيفة. يعني ايه؟ ما بينفعش ان انا انفي بيها جملة لوحدها، لازم أنده على فعل مساعد يسندها علشان يقويها ويعمل لي جملة منفية في الماضي. علشان كده تعالوا نشوف هننده على مين. بصوا النفي في زمن الماضي البسيط ازاي أعمل جملة في زمن الماضي؟ هنده على did من الأفعال المساعدة، هكتبه جنب نوت كده، وبعده بقى أكتب الفعل اللي أنا هنفيه، ما أكلتش ما لعبتش ما يعني أي فعل بنفيه. did مع not
بنلاقيها بالصورة دي did not، بس أكتر بنلاقيها كده بشيل ال O وبكتب الابستروفي وبيبقى didn't، نفس المعنى بس النطق did not didn't معناها لم يفعل. تكوين بقى الجملة المنفية ايه؟ subject ببدأ بالفاعل بعده didn't، بعدها بقى didn't هنا علشان تساعدني لازم ليها شرط. ايه بقى شرطك يا did؟ تعالوا نسمع كده. شرطها ان لازم يجي بعدها فعل في المصدر، لازم، يعني ما ينفعش اكتب جنبك فعل في الماضي، لا ما ينفعش، ولا فعل في اي اضافات، لا خالص. شرطها علشان تيجي تساعدني ان انا اعمل جملة منفية لازم اجيب بعدها فعل في المصدر. يعني لو انا قلت انا ما لعبتش امبارح I didn't play، لو قلت هو ما اكلش he didn't eat، they didn't sing هما ما غنوش. خلي بالك didn't بتيجي مع كل الضمائر، تمام؟ خلينا اوريلك كده اكزامبل كده. بصوا يا اولاد اهو، بصوا لو انا قلت مثلا I went to school yesterday، انا ذهبت الى المدرسة امبارح. طب انا عايزة انفي الكلام ده، هقول ايه بقى؟ I didn't go. شفتوا؟ شفتوا عملت ايه؟ اهو الفعل كان went، اهو فعل في زمن الماضي، بس لما جيت نفيت ان انا ذهبت للمدرسة عملت ايه؟ ندهت على didn't بس جبت الفعل المصدر من went. فاهمين؟ يعني بمعنى اصح ان went كأني فكتها ب didn't والمصدر، تمام؟ شرح كل الورق ده هتلاقوه في فيديو زمن الماضي البسيط، هيفيدكم قوي ان شاء الله. بصوا كمان في الكتاب هنا هيقول لك بقى ازاي تسأل برضو في الماضي. بص ازاي اعمل سؤال في زمن الماضي؟ عندي حالتين، يا اما هبدأ السؤال هسأل سؤال بهل، او هقول سؤال بأداة استفهام. طيب لو انا بدأت بهل، اي سؤال في اللغة الانجليزية هيبقى معناه هل، هبدأه بفعل مساعد، وطبعا خلاص بقى الفعل المساعد اللي اخترناه نستعين بيه في الماضي هو ديد، خلاص؟ يبقى ديد ده بقى هيساعدنا في الماضي وفي النفي وفي كل حاجة، في السؤال وفي النفي، بس شرطه يجي بعده فعل في المصدر، هو ده شرطه الوحيد. طيب لو انا بدأت سؤال بهل هقول ديد وبعده الفاعل وبعده الفعل في المصدر. يعني لو انا قلت هل هو لعبة، ديد هي بلاي، ديد ذاي ايت، تمام كده؟ طيب تعالوا كده نشوف كمان عندنا في الكتاب ايه. وطبعا قبل، لو جه قبله اداه استفهام خلاص تمام برضو. طبعا السؤال بديت بيكون معناه هل، ويكون الاجابه عنه بيس او نو، ايوه او لا. لو قلت ديد يو هقول يس اي ديد، او نو اي ديدنت. تعالوا نحل علشان نعرف احنا فهمنا ولا لا. يلا طبعا في قناه انجليزي كل المراحل بحل معاكم كل سؤال، مش بسيب معاكم اي سؤال خالص علشان بامر الله يعني تفهموا واقدر ان انا افيدكم اقصى استفاده. يا ريت دلوقتي ندوس لايك يا ريت من فضلكم للفيديو علشان يترفع، وكتير من الطلبه احس ان مجهودي وصل لهم واستفادوا بيه، وانتوا كمان تاخدوا ثواب نشر العلم وقناه انجليزي كل المراحل تكبر بيكم. تعالوا نحل كل تدريبات كتاب المعاصر. اول حاجه زي نقط at the park last weekend، زي ايه؟ هما ايه؟ طيب انا مش عارف فانا هعمل ايه؟ احنا اتفقنا، فاكرين الاتفاق؟ احنا قلنا الفعل، هو هنا ناقص الفعل، الفعل والكلمة الدالة متفقين ان هما يجوا في نفس الزمن. طيب هنا الكلمة الدالة مين؟ last weekend، last weekend يعني العطلة اللي فاتت، يعني كلمة دالة على الماضي. طيب تمام، يبقى كأنها بتقول لي اكتب فعل فين؟ في الماضي. طيب فين الفعل اللي في الماضي؟ تعالوا نشوف. was و were، was معناها كان و were كانوا، فاكرين verb to be am و is و are؟ هما بقى دول اخواتهم بس في الماضي. طيب انا عندي was و were، هختار مين؟ حسب الفاعل. الفاعل عندك مين هنا؟ they. طيب they مين صحابه بقى، was ولا were؟ لا علشان زي انا هختار وير، تمام خلاص. احنا عندنا ووز صحابها الهي والشي والات. بصوا ووز
بتيجي مع الاي والهي والشي والات واي اسم مفرد، لكن وير بتيجي مع اليو والذاي والوي واي اسم جمع. علشان شفت ذاي فانا هختار وير كانوا. طيب نمبر 2 يسترداي، دي كلمه داله في الماضي، خلاص انا كده عرفت انا هحط فعل فين في الماضي. ما هي الكلمه الداله دي مفتاح الجمله يا اولاد، هي بتدلك، حتى اسمها كي وورد، كلمات مفتاحيه. I not a kite with my friends. انا ايه؟ طيرت. انا هجيب الماضي من الفعل fly اللي هو ايه بقى؟ flew. طيب رقم 3 where did archaeologists، اين كانوا الاركيولوجيستس ايه بقى؟ a senate game. ايه ده، استنوا، هو في did هنا؟ يبقى السؤال ده في الماضي، بس انا لازم التزم بشرط did علشان يبقى السؤال صح، لازم اكتب بعدها فعل في المصدر. فين الفعل اللي في المصدر؟ هنا. في اي وان وجي هنا اضافات؟ لا ما ينفعش. في اس؟ لا ما ينفعش. ايه ده، فاوند فعل في زمن الماضي؟ لا ما ينفعش، لازم اكتب فايند، فايند التصريف الاول للفعل اللي هو الفعل في زمن المضارع. تمام، تعالوا نحل بعد كده. رقم 3 رقم 3 وير ديد لا سوري، احنا هنا دي فلو وهنا فايند. نمبر 4 ماي سيستر، اختي ايه بقى؟ افلم وذ هير فريندز، فيلم ايه مع اصدقائها؟ لاست مونداي، يوم الاثنين اللي فات. ها يبقى اختي ايه بقى؟ انا عندي كلمه داله اهي، لاست مونداي يعني اليوم الاثنين اللي فات، دي كلمه داله على الماضي، لازم اكتب هنا فعل ايه؟ ها يلا انتوا قولوا بقى، اكتبوا لي في الكومنتس كده ايه الاجابه واكتبوا لي اسمكم جنبها. تمام، تعالوا نشوف بقى هنا في بيج 114 ونشوف زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر ده هو عباره عن ايه؟ وبرده هتلاقوا له فيديو على القناه هنا عاملاه برده عن زمن الماضي. زمن الماضي المستمر باختصار كده هو بيعبر عن حاجه حصلت في الماضي بس كانت مستمره لوقت معين. يعني لو انت قلت ماما امبارح كانت بتعمل كيكه، فالكيكه دي مش هتعملها في ثانيه صح؟ هتاخد منها وقت. انا كنت بتفرج على التلفزيون امبارح فانا اكيد هاخد وقت. تمام، يبقى زمن الماضي المستمر كده بيعبر عن حاجه كانت مستمره لوقت معين في الماضي، بس كده وقت محدد، هو بيحدد لي الوقت. يعني كمان الفرق بينه وبين الماضي البسيط، انا ممكن اقول في الماضي البسيط امبارح وخلاص اي وقت، انا اكلت امبارح، تمام، مش شرط اقول الوقت. لكن في الماضي المستمر لا، هو بيحدد لي الوقت، يعني دايما هتلاقي وقت فيه. بصوا كده، يعني لو انا قلت هنا، بس الاول اقول لكم هو بيتكون من ايه. بصوا، فاكرين زمن الفيرب تو بي، فعل يكون في المضارع اللي هو كان مين؟ كان ام وايز وار، دول كلهم معناهم يكون. طيب الماضي بقى كانا، كانا اللي هو مين؟ ولادهم بقى، ولاد فيرب تو بي واز وير، واز وير احنا لسه قايلين صحابهم مين صح؟ وصحابها مين؟ وير صحابها مين؟ طيب زمن الماضي المستمر ده بيتكون من ووز او وير وفعل فيه اي وان وجي. خلي بالك اي زمن هتلاقي مكتوب جنبه مستمر هتلاقي فيه الاي والان وجي، اعرفها قاعده كده يا ولاد. تمام، اي زمن هتلاقي فيه هتلاقيه زمن مستمر هتلاقي فيه اي وان ايه وجي. يبقى زمن الماضي المستمر بيتكون من ايه؟ was او were وفعل فيه اي وان وجي. هختار was امتى were امتى؟ على حسب الفاعل. لو الفعل كان اي او هي او شي او ات هختار was، لو الفعل كان we او you او they هختار ايه؟ were. تعالوا نشوف اكزامبل كده. he was swimming، هو كان بيسبح in the sea في البحر. بصوا الوقت ازاي اهو، at 5 p.m. yesterday evening، الساعة 5. حدد لي، جاب لي وقت اهو محدد. عمل الجملة منين؟ جاب ووز ليه؟ علشان الفعل هي، وجاب بعده فعل فيه اي وان ايه وجيب. تمام، طيب لو انا هنفي هعمل ايه؟ ايه ده، احنا عارفين ان في النفي نوت اهو على طول، بس انا هنا ليه ما ندهتش لديد؟ هقول لكم ليه. ينفع يبقى انت عندك في البيت عيش وتخرج تجيب عيش من بره؟ لا، انت هتستخدم العيش اللي عندك. طيب في تكوين الزمن ده في اصلا فعل مساعد، احنا عرفنا ان نوت، عرفنا خلاص بقى نقطه ضعفها، وعرفنا ان هي ضعيفه ولازم بتحتاج ايه؟ فعل مساعد يسندها.
لكن نوت هنا مش هتحتاج فعل من بره، لان اصلا في التكوين في فعل مساعد، في ووز وويل دول اصلا افعال مساعده. فمجرد هقول لووز كده اتاخري شويه، وير واي والفعل اللي فيه اي وان وجي اتاخر شويه، وهكتب نوت هنا في النص وخلاص كده بقت جمله منفيه. بصوا ازاي، يعني هنا هقول was not wasn't were not weren't، بس كده، ده كده زمن ماضي مستمر منفي. يعني لو انا قلت جمله، لو انا قلت هما ما كانوش بيستمعوا الى الموسيقى الساعه 8 امبارح الصبح، هقول ايه؟ they weren't listening to music at a.m. yesterday morning. بصوا كده، جبت where علشان زي، كتبت not وبعدها فعل فيه i و n و g. طيب لو انا هسأل سؤال بهل، بس السؤال بهل بقى لو انا بدأته بwas او where هيكون معناه هل كان او هل كنت او هل كانت، لو انا بدأت بwas. وطبعا هجيب معاه الافعال صحابه، دي ثوابت يا ولاد، يعني ما ينفعش ووز عمرها تيجي مع يو ولا ذي ولا وي، لا خالص، ووز بتيجي مع اي او هي او شي او ات بس. وبعدها بقى بقيت الكلام اللي هو الفعل في الاي وان وجي وعلامه الاستفهام، وير برضو نفس الكلام. طيب تعالوا نشوف بقى كده، هنا لو قلت ووز شي ميكينج، بصوا اهي ادي ووز والفاعل اهي شي ميكينج، هل هي كانت بتصنع كيك كيكة الساعة 2 بي ام يسترداي؟ طبعا السؤال بهل، طبعا السؤال هنا بهل لانه بدأ بفعل مساعد. الاجابة عنه بأيوة او لأ، yes she was، بجاوب بنفس الفعل المساعد، خلي بالكم من النقطة دي، او no she wasn't. طيب لو انا بقى هعمل سؤال بأداة استفهام، هكتب الرول اللي عندي عادي خالص، أداة استفهام بعدها فعل مساعد بعدها فاعل بعدها فعل أساسي وأكمل بقية السؤال. طيب تعالوا نشوف كده، ولو جملة عادية بقى هقول إيه؟ He was doing his homework at 7 yesterday. الكلمات الدالة على زمن الماضي المستمر إيه بقى؟ بصوا كده، الكلمات الدالة على زمن الماضي المستمر اللي هي الكلمات اللي لسه قايلها لكم دلوقتي، اللي لسه قايلها لكم حالا دلوقتي، انا قلتها في زمن الماضي البسيط، بس هي لا، في زمن الماضي المستمر، في زمن الماضي المستمر، تمام؟ at that moment yesterday، في هذه اللحظة امبارح، او at time yesterday، at بقى ايه؟ في اي وقت، at evening yesterday، at morning yesterday، at والساعة مثلا at 7 yesterday، تمام؟ يبقى طالما قلت وقت محدد لازم يكون الزمن ده ماضي مستمر. تعالوا نعرف جزء مهم قوي في اللانجوج عندنا وفي الجرامر في الانجليش، وهو وين. يمكن انتوا لما تشوفوا وين هتستغربوا انها معناها عندما، هتقولوا ايه ده، مش وين دي اداة استفهام؟ مش احنا كنا عارفين ان وين دي اداة استفهام وكنا بنسأل بيها عن الوقت؟ مش انتوا كنتوا عارفين على طول كده ان وين معناها متى وبنسأل بيها عن الوقت؟ اه، بس وين طلع بدورين في اللغة الإنجليزية. ازاي بقى؟ طلع في دور أداة الاستفهام اللي هي معناها متى اللي احنا عارفينها، طلع بقى في كاركتر تاني بشخصية تانية، وهي معناها عندما، لما بتيجي في الجملة هي بتستعمل أداة ربط، يعني هي أداة استفهام وأداة ربط، دول الدورين بتوعها في اللغة الإنجليزية، أداة استفهام وأداة ربط. طيب هي يعني ايه ده ربط؟ من اسمها كده، هي بتربط بين جملتين، ادي وين اهي، وادي جملة وكما وجملة تانية، يبقى وين بتربط بين ايه؟ جملتين. طيب هي بتربط بين اي جملتين كده وخلاص؟ لا، هي بتربط بين حدثين. يعني ايه؟ يعني بتربط بين حاجتين، والحاجتين دول حصلوا في الماضي. بس استنوا، هي بتربط بين حاجتين بس حدث منهم كان مستمر، خلي بالكو مستمر، علشان كده هكتبه في ماضي ايه؟ مستمر، هعبر عنه بزمن الماضي المستمر. وحدث تاني بسيط وهعبر عنه بالماضي البسيط. ركزوا معايا، يعني لما اقول مثلا عندما انا كنت بذاكر النور او الباب خبط، لما انا كنت بذاكر
ده حدث مستمر، انا قاعد ومستمر في المذاكره. الباب لما خبط حدث كان بسيط، مجرد حد خبط خبطه كده على طول، فخبطه الباب دي قطعت الحدث اللي كان مستمر، قطعت مذاكرتي وقمت افتح الباب. تمام، وانا بطبخ التليفون رن، سبت الطبيخ، انا كنت مستمره في الاكل في الطبخ، ورحت رديت على التليفون. ردي على التليفون ده كان حدث قطع حدثي المستمر. تمام، طيب باختصار كده، وان ديت اداه ربط بتربط بين جملتين، كل جمله بتعبر عن حدث. الجمله اللي بتيجي بعد وين على طول، على طول بتكون في زمن الماضي البسيط. خلي بالك الترتيب مهم. يعني وين الجمله اللي لازقه فيها على طول في زمن الماضي الايه البسيط، طب واللي بعدها في زمن الماضي المستمر. خلي بالك كمان وين ممكن تيجي في اول الجمله او في نص الجمله. طب لو جت في نص الجمله، جمله زمن الماضي البسيط هتيجي معاها على طول، ما هي خلاص ما تقدرش بقى تبعد عنها. بعد وين لازم زمن ماضي ايه بسيط، سواء جت في الاول او جت في النص. تعالوا نشوف. يعني انا لو قلت when I arrived، عندما انا وصلت، my dad was watching the news، بابا كان بيشاهد الاخبار. هنا انا كتبت بعد when فعل ماضي اللي هو arrived. خلاص، ها بابا بقى كان ايه، كان مستمر في مشاهده التلفزيون او الاخبار. لو انا قلت هنا he was looking after his father's goat، هو كان بيعتني بالماعز اللي بيمتلكها بابا، عندما he saw his friend، لما هو شاف صديقه. خلاص، تعالوا علشان نفهم اكتر واكتر، يلا زي ما احنا متعودين في قناه انجليزي كل المراحل، هحل معاكم كل تفصيله، هحل معاكم كل تدريبات كتاب المعاصر. خلي بالكم يا اولاد الجرامر بالذات انا بهتم بيه جدا، لان الجرامر ده اساس لغه. عشان تكونوا متاسسين صح، احنا انا اتكلمت معاكم كتير في فيديوهات الجرامر، ان الجرامر ده ثوابت، يعني حاجه ثابته هتفضل معاكم ان شاء الله لحد لما تخلصوا دراسه خالص. فالجرامر ده بقى، وهتاخدوا نفس الجرامر، هو على فكره هتاخدوا نفس زمن الماضي البسيط ونفس الكلام اللي احنا بنقوله ده ووين وكله، بس بقى بتفاصيل اعمق شويه. فما تكونوا متاسسين فيه صح من الاول، فده هيفيدكم جدا بامر الله. وده فعلا اللي انا يعني نفسي فعلا يحصل في قناه انجليزي كل المراحل. فعلشان كده انا بطلب منكم دايما حكايه اللايك للفيديو، وان انتوا تشيروا الفيديو مع اصحابكم على الفيس وعلى الواتس وعلى كله، علشان يعني بجد يقدر الطلبه وكل اللي محتاجين الجرامر ان هم يتاسسوا صح. تعالوا نبدا نحل. احنا دلوقتي في بيج 115، نمبر 1 هي ووز نوت هيز سكول باج، هو ايه شنطته المدرسيه، اون هيز واي تو سكول في طريقه للمدرسه. طيب انا عندي ايه بقى، ها هو كان ايه شنطته المدرسه لما كان في طريقه للمدرسه. اه طب استنوا، هي هنا جت بعدها ووز، طالما ووز ده نص التكوين، يلا ندور على النص التاني. ها يبقى الفعل فيه اي وان وجي، يبقى هختار كارينج. تمام، نمبر 2 ذا جوت الماعز، ايه بقى ووكينج اواي اوفر سمول هيل، ايه ده انا عندي نص التكوين، عندي الفعل فيه اي وان وجي، فعل فيه اي وان وجي ما ينفعش يجي لوحده خالص خالص، لازم يجي قبله مين، فعل مساعد، فهنا هختار ووز. نمبر 3 منى اند سلمى، منى وسلمى وير كانوا ايه بقى، ا ميوزيوم، ها ميوزيوم، طالما عندي وير برضو نص التكوين، اخترت فيزيتنج، فعل فيه اي وان وجي. هنا وير عارفين ليه، علشان ده اسم واسم، منى وسلمى يعني الاثنين في اسم جمع. رقم 4 ذا تشيلدرن وير، الاطفال كانوا، الاطفال وير ايه بقى، عندي وير، عندي نص التكوين ناقص فعل فيه اي وان وجي، يبقى كوكينج. طيب رقم 5 فاطمه اند هير بيرنتس، فاطمه ووالديها، باباها ومامتها، وير، ها برضو وير دي كانت وير اللي محتاجه نص التكوين، فناقص فعل فيه اي وايه، اي وان وجي. نمبر 6 وي وير ريدنج ان ذا لايبراري، نقط ذا بيل رانج، ايه ده ثواني كده، احنا كنا بنقرا في المكتبه والجرس رن، اه ده كده حدثين اهم، والاتنين حصلوا في الماضي. استنوا كمان اهو، ده كده ده ماضي مستمر، وير واي فعل فيه اي وان وجي، وهنا رانج الماضي من رينج الجرس رن فعل ماضي، يبقى ده محتاج اداه الربط ايه بقى، وين هي اللي بتربط بين الجملتين دول. رقم 7
I not doing my homework when my father came. انا شفت when؟ اداه ربط. حط عليها سيركل. يلا بعد كده، بعد ما حطينا عليها الدايره هنعمل ايه؟ الجمله اللي بعدها على طول في زمن الماضي، اهو الفعل كيم اهو في زمن الماضي. طب واللي قبلها ماضي مستمر، يعني ايه؟ was اوله فعل في اي وان وجي. طيب الفعل مين؟ اي. يبقى اختار معاه مين؟ was. تمام، يبقى was هي الاجابه الصح. تعالوا نروح كده البيج 116 نحل كتير علشان تثبت عندنا المعلومه اكتر. طيب تعالوا بقى نشوف ايه سؤال الليسن كده. listening اسمعوني، هقول سؤال الليسننج وانتوا هتبداوا ايه تحلوا معايا. عقيل often helped his dad look after their goats. ها يبقى كلمة goats. اوتا هقول اوتا looked happy. ها يبقى اختار، سمعت كلمة happy. اوتا showed عقيل a long wooden ها a long wooden books. يبقى سمعت كلمة wooden. سؤال الليسننج سهل يا ولاد، المهم ان انا اسمع وامشي بالقلم والتيتشر بيقول الليسننج. The books had beautiful pictures. يبقى ناقص كلمة pictures. تمام. السؤال نمبر 2 برضو بيقول لي Sarah was in the museum. ها يبقى ناقص هنا كلمة ايه؟ museum. يلا نكتبها حرف الام ميو يو حرف اليو والاس علشان بين حرفين متحركين، انا بكتبها اس بس انا عارف اني بسمعها وبنطقها زد. ميو زي اي يم يو وام نمبر هكمل وهقول هنا they were looking at Egyptian artifacts. Egyptian artifacts. يبقى ناقص كلمة ايه بقى؟ ارتي حرف الاف فا اي ك السي بس بتعمل صوت الك ها ت ت والاس اس الجمع artifacts. كمان بعد كده بقى التيتشر هيكمل وهيقول لك ايه بقى؟ The wooden books looks like an old Senate game. لعبة السنت س إيه حرف الإي ن حرف الأن إيه حرف الإي تاني والت ت تسع. وكمان بقى هنكتب كلمة archaeologists found. archaeologists مش صعبة ولا حاجة، تعالوا كده نكتبها مع بعض R E و R. طيب ك حرف إيه هنا؟ السي وال H. تمام R K A أهو ال A ي حرف الاي ها يو او او حرف الاو ل حرف ال او حرف الاو ج ج حرف الجي إيه إيه حرف الاي س س حرف الاس ت ت حرف التي والاس اس الجمع archaeologists. طيب تعالوا بقى لسؤال الترتيب، يلا بينا عشان نحل سؤال الترتيب ده. اول حاجه هنكتب ايه؟ هنقرا كلمة tree معناها شجرة. تمام. أداة نكرة was كان هي فعل مساعد هي فاعل و under تحت و sitting يجلس. طيب هنا عشان دي كده جملة صح؟ فأنا محتاجة أكتب أول حاجة الفاعل. طب الفعل هنا مين؟ طالما عندك was وعندك فعل في I و N و G فأنت لازم تعمل بقى التكوين ده، لازم تكتب هي الأول وتكتب was و sitting. كده انت كتبت فاعل وفعل. he was sitting هو كان يجلس. ايه بقى؟ عندك حرف جر وعندك اداة نكرة وعندك اسم، فانت هتكتب حرف الجر الاول. خلي بالكم الترتيب ده، فهتكتب حرف الجر الاول ولازم اداة النكرة الاول قبل الاسم. تكتب ايه وبعد كده الشجرة. تعالوا نقراها كده بقى. he was sitting under a tree هو كان جالسا تحت الشجرة. نمبر 2 عند جيم لعبة وبورد لوحة وأولدست أكبر وورلدز العالم وسنة اللي هي لعبة السنة وزاء الألف واللام وإذ يكون. يلا نرتب. أول حاجة عندي هكتب السنة اللي هي لعبة السنة نمبر 1
وبعد كده ابدا اكتب بقى ايه الفعل. هي دي سنه هنا الفاعل، فين الفعل؟ دوروا معايا على الفعل كده. إذ اهو سنه تكون، بتكون ايه بقى؟ عايزه اقول هي اقدم لعبه، اللعبه اللوحيه الاقدم في العالم. هقولها ايه؟ بصوا التكوين، هبدا بذا اول حاجه، وبعد كده هبدا اكتب ايه بقى؟ عايزه اقول الاقدم في العالم، يبقى هقول ايه بقى؟ The world's oldest. طيب لعبه لوحيه، هكتب بورد الاول وبعد كده جيم. يلا نقراها على طول كده. سنه is the world's oldest game board game. تمام، تعالوا نشوف يلا بعد كده سؤال تشوز. نمبر 1 the children الاطفال not playing a game. ها عندي الاطفال دي الفاعل، طيب يعني اسم جمع صح، يعني كاني بقول ذاي. طيب وعندي فعل في اي وان وجي، يبقى ناقص مين؟ ناقص ها وير او واز. طيب هختار مين هنا؟ هختار وير علشان الفاعل عندي اسم جمع. نمبر 2 the archaeologists. ايه the archaeologists؟ الفاعل ايه؟ عالم اثار مفرد اهو، مفيش اس جمع فيه. وبعد كده نقط فعل في اي وان وجي، ايه ده؟ ده انا لقيت كمان اداه ربط اهي، وين احط عليها سيركل. تمام، بعد كده الفعل اللي بعدها ايه؟ في الماضي البسيط فاوند، الماضي من الفعل فايند، يبقى لازم قبلها ماضي ايه؟ مستمر. ووز اوير وفعل في اي وان وجي، بس هنا اختار ووز ليه؟ علشان الفاعل اسم مفرد، هختار ووز. طيب رقم 3 اي ووز، انا ايه؟ in the library when I saw Ferris. عندي أداة ربط when، حط عليها سيركل. ها الفعل اللي بعدها saw، فعل في زمن الماضي البسيط، اللي قبلها لازم يكون في الماضي المستمر. عندي نص التكوين was، ناقص فعل فيه ايه؟ I و N و G studying. تعالوا نحل نمبر 4 دينا and علا. ها دينا وعلا، يبقى الفعل هنا ايه؟ اسم واسم، يعني جمع، يعني اسمين، يعني كأني بشيلهم وبحط بدلهم الضمير زي. تمام يا ولاد؟ طيب فزي بقى هياخد ووز ولا وير؟ ها لا زي هياخد وير. تعال نحل سؤال الباسج في بيج 117 كده. بصوا هنا بيقول ايه بقى؟ The Egyptian civilization، الحضارة المصرية، is very famous، كانت مشهورة جدا، بتكون مشهورة جدا. Egypt has a long history، مصر لها بلقى تاريخ طويل. People started، طالما في كلمة محطوط تحتها خط اعرف انه هيسألك عليها. الناس بدأت to live، انها تعيش near the Nile، بالقرب من النيل. At first، في الاول they were two separate areas، كان في الاول اتنين منطقتين منفصلين. Lower Egypt was in the north، يعني صعيد مصر اللي هو شمال مصر كان في الشمال. where the Nile joins the sea، حيث النيل بيرتبط بالبحر، ليه عارفين اللي هي في الدلتا. والأبر ايجيبت، صعيد مصر، was in the south، في الجنوب. where the Nile flows، اللي هو منبع النيل بيتدفق. through the desert of Africa، بيتدفق خلال صحراء افريقيا. One pharaoh، يعني فرعون معين، joined these two parts، فرعون هو اللي ربط بين الأجزاء دي، بين الجزئين دول. To unit the country of Egypt، علشان يوحد البلد مصر. Egypt controlled the Nile، مصر كانت تتحكم في النيل. As far as boats could sail on it، علشان المراكب تقدر انها تبحر فيه. So it became very powerful، علشان كده بقت الحضارة المصرية powerful، قوية جدا. طيب التكست اللي قدامنا ده بيعبر عن ايه؟ خلي بالك لما يقولك التكست ده هو is about عن ايه، فانت بتشوف اكتر حاجة اتكلمت عليها الباسج، واكتر حاجة اتكلمت عليها هي تاريخ مصر صح؟ history of Egypt. طيب بعد كده هنا لو قلت the underline word started، started دي معناها ايه؟ بنشوف بقى اقرب معنى ليها في الاختيارات اللي عندنا.
وأقرب معنى ليها هي began، بدأ. طيب تعال نحل number 3. Who joined the two ports in Egypt؟ مين اللي ربط الجزئين في مصر، اللور ايجيبت والابر ايجيبت؟ مين هو؟ وان فيرو. اهي دي اجابة رقم 3. طيب تمام، بعد كده بيقول بقى في نمبر 4، هاو، كيف، هاو كان بيبل، كيف كان الناس ترافل، بيسافروا، ثرو ذا نايل، عبر النيل، كانوا بيسافروا ازاي؟ ها، بالمراكب، صح؟ يبقى هكتب باي. باي دي معناها حرف الب او بواسطة، ها، بوتس، المراكب. تمام كده، اكون حليت معاكم كل تدريبات الدرس. يا رب اكون قدرت افيدكم ويكون الدرس بقى سهل وبسيط عليكم. اهتموا يا اولاد اكتر بالجرامر، اكتبوا لي الانسرز في الكومنتس. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. باي باي.